إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رئيس هذه الجلسة المباركة والأستاذ الخطيب الباحث والأساتذة في الجامعات والمشايخ الكرام والطلاب الأحباء والإخوة والأخوات، أرحب بكم جميعا ترحيبا حارا فائقا. أولا نبدأ هذه الجلسة بتلاوة الأخ منير شاء من الصف السادس، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا لله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. بارك الله. وبعد، وهذه الجلسة ما زالت وما تزال تقدم وتخدم الأمة الأضواء العلمية الباحثة أحوال الأمة المعاصرة ورجالها بحثا دقيقا عميقا. فينبغي لمن حضر ومن سيحضر أن يشترك في هذه الجلسة المباركة ويستمع أقوال الإمام الشيخ الخطيب الأستاذ محمد إسماعيل الندوي، الذي سيبحث أمامنا عن الشيخ علي شريعتي، وهو الدكتور علي شريعتي نموذج فريد من مفكري إيران، مفكر باحث، حيث أنه بالرغم من أنه فارسي العرب لم يكن يتوقف عن نقد النزعة الشعوبية لدي رجال التشيع بطريقة أكثر جذرية من غالب من تصدى لهذا الموضوع من الأدباء العرب، وقد بين آلية المسج في الموروث الشيعي الروائي ما بين السلطة الإيرانية الساسانية والنبوة الإسلامية، حيث أخلقت الروايات ونسجت الأساطير وعلاقات المصاهرة بين إمام الشيعة الحسين بن علي وبنت كسرى المزعومة لتحقيق غرض الوصل بين السلسلة السلطانية الساسانية وبين السلطة الإمامية الشيعية. فنبدأ هذه الجلسة وندعو أمامنا الأستاذ الفاضل محمد إسماعيل الندوي ليتفضل علينا بعض الكلمات عن عنوانه، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا إخوان، الصوت الواضح؟
هل تسمعنا صوتي؟ واضح جيد، اسمع. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، ما بعد. أيها الأخوة، أرحب بكم ترحيبا حارا إلى هذه المحاضرة وإلى هذه الأنسية المباركة. إن شاء الله نحن حديثنا اليوم حول الموضوع دكتور علي شريعتي وجحوده التشيع. وفقنا الله إياكم بما يرضى. وهذه الجلسة سوف توضح إن شاء الله أن خلفية المفكر الإيراني دكتور علي شريعتي، لأنني أنا كنت أشاهد في التواصلات الاجتماعية أشياء كثيرة غير لائقة حول الأستاذ دكتور علي شريعتي. بعض منهم يطرئونه ويمدحونه حتى يأخذون أقواله وعقائده بدون تفريق. لابد أن نعرف حقائقها ثم نعمل بها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. فدكتور علي شريعتي يعتبر الفيلسوف الإيراني اسمه الكامل علي تقي الدين شريعتي، أحد الشخصيات الفذة الإيرانية الشيعية المعاصرة، ويوصف بأنه ملهم الثورة الإيرانية، يعني هو الذي زرع البذور للثورة الإيرانية الذي نحن نشاهد الآن. كانت يعني مملكة وتحولت إلى الدولة جمهورية إسلامية. ماذا نعني بالثورة الإيرانية؟ هي ثورة نشبت سنة 1979 بمشاركة فئات مختلفة من الناس، وحولت إيران من نظام ملكي تحت حكم الشاه محمد رضا بهلوي الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة United Kingdom. قد استبدلت المملكة الإيرانية البهلوية في نهاية المطاف بالجمهورية الإسلامية عن طريق الاستفتاء في ظل المرجع الديني. ما هو المرجع الديني؟ من هؤلاء هذه السلطة الباهرة؟ المرجعية الدينية كما نحن نقول وننادي المشايخ والعلماء مولدي ومولانا، أليس كذلك؟ كما نحن ندعو المشايخ الشيخ، هكذا عندهم أشياء ينادي علماءهم باسم الفقيه، أحيانا مجتهد، أحيانا هذه التسميات. ومحمد رضا البهلوي الذي كان مدعوما من الولايات المتحدة كما أنا قلت لكم، المرجع الديني هم قد أفتوا، قد ألغوا حكومته ثم حولوها إلى الدولة الجمهورية. المرجعية الدينية هي مفهوم شيعي، معنى رجوع المسلمين الشيعة إلى من بلغ رتبة الاجتهاد وعالمية في استنباط الأحكام الشرعية، ثم عندهم مرجعية دينية. ومن أصبحها مؤهلا لمنصب الإفتاء وأصدر آراءه في الأحكام الفقهية تسمى هذه التسمية. نحن قد أخذنا هذه المعلومة من كتاب مصدر شيعي يسمى الرسالة العملية، يعني المرجع الديني أو آية الله العظمى. الآن أنا أوضح لكم بعض المصطلحات الشيعية والتي نحن لا نعرفها من قبل ممكن ولا نألف، ولهذا نحن بحاجة إلى تلك المصطلحات.
دقيقة. من هو آية الله العظمى؟ كآية الله روح الله الخميني قائد الثورة بدعم من العديد من المنظمات اليسارية والإسلامية. يقول من هو الخميني؟ هو مؤسس الدولة. في رسالته الدكتورة كتب الحكومة الإسلامية، يعني رسالته الدكتورة التي قدمت كأطروحة للبحث اسمها الحكومة الإسلامية، يقول إن أئمتنا بلغوا منزلة ما بلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، العياذ بالله، نسأل الله العافية. هذه هي فكرة موجزة عن أقايد الشيعة. طيب، كمثل هذه الخلفية ترعرع دكتور علي شريعتي كيف هو يعني واجه المشاكل التي وعانا بها. إن شاء الله سوف نتناول المعلومات إن شاء الله. وكذلك ولاية الفقيه، وهذا المعنى أيضا يجب علينا أن نعرف ما هي ولاية الفقيه. هي مصطلح فقهي قديم في الفقه الشيعي اثنا عشري منذ بداية الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر. عندهم اثنا عشر أئمة يجب عليهم أن يطيعوا أقوالهم ولو كانت يعني تخالف القرآن والسنة، بغض النظر يجب على شيعي أي يعتمد على الأقوال على أئمتهم. فهؤلاء الأئمة يعني يعتبر الإمام الثاني محمد بن الحسن رضي الله عنه هو يعتبر عندهم المهدي المنتظر، ولكن أهل السنة والجماعة نحن نقول المهدي المنتظر تماما يختلف. الله يعرف من هو، بنفسه هو لا يعرف، الله يبعثه إن شاء الله. هذا هو، هذه هي العقيدة الأساسية عندنا أهل السنة والجماعة. الآن أنا أبدأ أن أوضح لكم خلفية الشيعة، ولا تفكروا لماذا هذا الأستاذ يمدح الشيعة ويقول أن المصطلحات. لازم نحن نعرف أولا قبل الخوض في البحث من هم الشيعة، ما هذه التسميات التي هم سموها. طيب، هيا بنا أن نستمر. والمرجعية الدينية المعبر عنه بالمجتهد كما أنا قلت لهم آنفا، في الأحكام الشرعية في عصر غيبة الإمام الحجة، يعني كمثابة الإمام المنتظر المهدي المنتظر قد غايب الآن، قد غاب عن العيون محمد بن الحسن، هو قد توفي، نحن نعرف أهل السنة الجماعة نعرف خلاص، ولكنهم يفكرون إنه ما زال حيا وعلى قيد الحياة، إنه سوف يأتي بعد عصر علي رضي الله عنه ثم يحكم هذه الدنيا ثم يأخذ الثأرة والانتقام. هذه كلها عقيدة فاسدة الباطلة لدى الشيعة. طيب، حيث ينوب الولي الفقيه يعني الخميني، الروح الله الخميني أو آية الله الخاميني الذي يحكم الآن في إيران، وهم يقال لهم ولاية الفقيه، وينوب الولي الفقيه عن الإمام الغائب في قيادة الأمة وإدارة شؤونها والقيام بمهام الحكومة الإسلامية وإقامة حكم الله على الأرض. هذه الأشياء مختصرة لكي تعرفوا ما هي هذه المصطلحات. طيب، علي شريعتي دكتور هو الفيلسوف العصي على التصنيف، لديه عدة تصانيف والمؤلفات باللغة العربية والأردوية أو الفرنسية، قد ترجمت إلى الإنجليزية أيضا، والذي حارب الدين البرجوازي الطبقي، وكان يحرك الوعي الإيديولوجي الثوري عند الجمهور، فأغضب مرجع الدين الشيعي، يعني وكان ينقذ الناس من نومهم السبات، يعني هو يفتح الأشياء الحقائق أمام الناس في الخطبة، ما هي الحقيقة، ما هي الإسلام، ما هو الإسلام وما هي تعاليمه. وهذه الأشياء الحقيقية قد أثارت جدالا بين مجتمع الشيعة، حتى بدأ يفتي المرجع الديني العلماء الشيعة
إنه وهابي، إنه كافر، إنه ملحد. من علي الشريعة؟ هو كافر، هو ملحد، هو منافق، العياذ بالله. هذه الأشياء كلها سموا الشيعة. لما ينتقد، لما بدأ ينتقد دكتور علي شريعتي على هؤلاء، لما أزال ستارة عنهم الحقائق عنهم. طيب، ولا يلعن كما يلعن الشيعة الصحابة رضوان الله عليه، مثل عائشة رضي الله عنها يسبون ويشتمون، وكذلك يسبون على أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين بأهداف سياسية التافهة. ولكن دكتور علي شريعتي هو شيعي، هو أيضا شيعي، هو ما اعترف أنه هو من أهل السنة والجماعة، ولكن بصورة شيعي، وبدأ ينتقد الشيعة، يعني بدأ يدرس درسا دقيقا لمجتمع شيعي. لو كان هو يقول أنا من أهل السنة والجماعة لا يسمعون قوله ولا يلتفتون إليه، ولهذا هو بدأ على هذا المنهج. طيب، هو يعني نظر بنفسه شيعيا أهلا، حتى قال في مقام آخر في مؤلفاته الأقرب يعني إلى الإسلام المنهج الشيعي. هو بنفسه يعترف أنه شيعي، ولكن هو ليس الشيعي المتشدد الذي خرج من عقائد الإسلامية. نعم، إنه لا يلعن على الصحابة مثل الشيعي الصفوي، إن هناك فرق بون شاسع، فرق كبير بين السماء والأرض، بين التشيع الصفوي والتشيع العلوي، كما يفرق الدكتور علي شريعتي في كتابه التشيع الصفوي والتشيع العلوي. طيب، ولكن الآن علماء الشيعة يرفضون هذه الأقوال كلها التي صدرت من دكتور علي شريعتي. ليس هناك فرق كما يقول دكتور علي شريعتي، هو ملحد، هو وهابي، هو كافر. ولكن دكتور علي شريعتي ما شاء الله قام بالأعمال الدقيقة، يعني إنه رجل فذ لا ثاني له، ليس مثال له في الدولة الإيرانية، يعني عالم الذي ينتقد علماء الشيعة بجرأة وبطالة وحماسة. دكتور علي شريعتي أغضب متطرفي الشيعة الذين نعتوه بالوهابي المتسنن. نحن أهل السنة والجماعة يسمون بمجتمع شيعي نحن متسننون، كما نحن نقول له متشيعون، فهم شيعة. الشيعة معنى تأييد، يؤيدون، هذا هو المقصود لغة. طيب، نحن إن شاء الله في جلسة أخرى سوف نتكلم ما هي عقائد الشيعية، ما هي الأشياء التي يجب على المؤمن أن يؤمن من عقائد أهل السنة والجماعة إن شاء الله في فرصة ثانية. والآن نحن سوف نتكلم عن دكتور علي شريعتي وما قام به من أعمال جليلة ضد هؤلاء الشيعة وإضلالهم، عن يعني وقد أزال ستارة عن ضلالتهم وأهوائهم. طيب، هيا بنا نستمر. أنا أرجو من الطلبة والمشاهدين والمشاركين أن يلاحظ ويكتب هذه الأشياء بالمفكرات والقلم. ليس هذه محاضرة فقط، إنما نحن نقوم بالتوضيح المفاهيم الأساسية عن الشيعة ومجتمع شيعي لدى منظار دكتور علي شريعتي. وكان متأثرا بالفكر الماركسي، ماركسيزم، طيب، الروسي، ومنظارا عن العدالة الاجتماعية. إنه متخصص عالم اجتماعي، سوسياليست وأكتيفيست. فنعته المرجع الشيعي آية الله الكوراني، يعني واحد عالم من علماء الشيعة، قد وصفه بوصف دقيق بالثوري الشيوعي. شيوعي معنى كوميونيست، المتغرب، يعني هو ويسترنست، فيما يعتبره آخرون الزندق، هو من الزنادق، يعني هو ملحد، فما يعترف علماء الشيعة الآخرين. طيب، ماذا قال علي شريعتي مثلا من أقواله؟
هو قال مرة: أنا سني المذهبي، يعني أنا من أهل السنة والجماعة مذهبا، صوفي المشربي، بوذي ذو نزعة وجودية، نزعة معنى الميول، أليس كذلك؟ شيوعي ذو نزعة دينية، مغترب ذو نزعة رجعية، واقعي ذو نزعة خيالية، شيعي ذو نزعة وهابية. يعني هذه الأشياء المتناقضة، هل فهمتم؟ نعم، هذه هي الأفكار الدقيقة والاستراتيجية الذي قام بها دكتور علي شريعتي في نضال، في هجوم، في غارة ضد المجتمع الشيعي. ولد المفكر أستاذ دكتور علي شريعتي في قرى منطقة خراسان في إيران في عام 1933 الميلادي. ينحدر الدكتور علي شريعتي من أسرة متعلمة مثقفة إسلامية، فقد كان أبوه كاتبا ومفكرا إسلاميا معروفا، وقد كان الشخصية الأب محمد تقي شريعتي، يعني اسم أبيه محمد تقي شريعتي، وكان عالما وكاتبا بارعا وخطيبا مثقاعا ومفكرا اسلاميا. والبيئه العلميه التي نشا فيها دكتور علي شريعتي دور كبير في رسم معالم شخصيته وهويته العلميه ودينيته. هكذا نحن نشاهد يعني الائمه والعلماء المشايخ بعدما كبروا، يعني ضحوا حياتهم للعلم والخدمة في الإسلام، يعني هذه أسباب كلها يعني مؤثرة وخلفية أسرته، أبوه وأمه، هؤلاء كلهم كانوا لهم باع طول في تربية هؤلاء. نعم. وعلي شريعتي تخرج من كلية الآداب لرشح لبعثة لفرنسا عام 1959 الميلادي لدراسة علم الأديان وعلم الاجتماع، ليحصل على شهادتي دكتوراه في التاريخ الإسلام وعلم الاجتماع Social Studies and Islamic Religion Studies. هو ذهب إلى فرنسا لكي يتعلم هذه الأشياء. عاد من فرنسا بعد حصوله إلى الدكتورة عام 1964 إلى إيران، حيث تم اعتقاله بسبب نشاطاته السياسية في الخارج بعد إطلاق سراحه بفترة، يعني هو كان يدرس ويحضر الناس عن حقائق الإسلام وتعاليم، أليس كذلك؟ كما قلت لكم آنفا، وقد أدخل إلى السجن وتم تعذيبه في سجن أيضا بسبب هذه الخدمات الجليلة التي قام بها. بعد فترة تم إفراجه، سراحه، بدأ تدريس في جامعة مشهد. ذهب بعد ذلك إلى طهران، واحد مدن إيران، حيث أسس عام 1969 الميلادي حسينية الإرشاد. هذه المبنى يعني قام فيها التعاليم وتدريس عن الإسلام والمفاسد الاجتماعية التي حدثت في أيامه. حسينية الإرشاد لتربية الشباب، خاصة هو قد حبب نظره في تربية الشباب. الحسينية هي مبنى لإقامة المراسم الحسينية، يعني أنتم تعرفون الشيعة وهم دائما يؤكدون المراسم المآتم في شهر المحرم، أليس كذلك؟ في حادثة كربلاء الذي قتل فيه حسين رضي الله عنه، استشهد، صح؟ ففي هذه الواقعة وهم يعقدون الجلوس والمجالس ويبكون فيها، ثم يحضرون فيها المحاضرات، تسمى هذه المباني المراسم الحسينية. وقد استخدم واستفاد عن طريق هذه المبنى يعني ببث أفكاره و عقائده الإسلامية، حيث كان شيعة يحيون مآتمهم على الإمام الحسين ثالث الأئمة
والذي قتل في كربلاء في البيوت، ثم خصصت مباني خاصة بالحسينية أو المجلس الحسيني، تقام في الحسينيات مجالس العزاء والمحاضرات الدينية في المناسبات الخاصة بأهل البيت أو عامة، كإقامة مجالس العزاء والفاتحة لسائرنا. وهذه هي البدع والخرافات، الفاتحة والمولود والأشياء كثيرة التي ابتدأها أولا الشيعة، وبعد ذلك لهم باع طول يعني البهائية والصوفية الضالة، وهم قد بدأوا هذه البدعات فيما بعد. من هنا كان يلقي محاضرته التي ما لبثت أن انتشرت في صفوف طلابه وحتى بين القطاعات المختلفة من المجتمع بما فيه الطبقات الوسطى والعليا من المجتمع الإيراني، وكانت أفكاره تنمو بشكل كبير وسريع. يعني من هنا بعدما انطلق، يعني بعدما يلقي المحاضرات في تلك المبنى، ومن هنا بدأت تنتشر أفكاره بين مجتمع الشيعي. هذا الانتشار ونجاحه الذي حققه شريعتي أثار سلطات الشاه، يعني الملك الذي كان هو يحكم إيران قبل 1977، يعني 1977 ميلادي قد حصلت الدولة، يعني خلاص يعني هي أصبحت دولة الجمهورية والتي كانت من قبل مملكة، حيث أنهم أغلقوا الحسينية عام 1973 واعتقلوه، يعني سجنوه، أدخلوه في سجن مع بعض من طلابه لمدة عام ونصف، إلا أن الضغط الداخلي والشعب العالمي الكبير، لأنه لما كان يدرس في فرنسا كان يشارك في الثورة الجزائرية وأشياء كثيرة يعني، فإذا الحكومة الجزائرية أيضا قد كانت تضغط عليه، وشجب العالمي الكبير أدى إلى الإفراج عنه في 20 مارس 1975، يعني قد خرج من السجن. سمح لشريعة أن يغادر إيران على الفور، لا يسمح الدخول أبدا، حتى قد ذهب إلى لندن في عام 1977 ووجد مقتولا في شقته بعد 3 أسابيع من وصوله إليها. كان هو مقتولا، قد وجدت جثته يعني في البيت الذي كان هو يسكن بعد وصوله إلى لندن 3 أسابيع. إلا أن تقرير مستشفى تاون فوها أمتون قد ذكر أن سبب الوفاة هو نوبة قلبية قاتلة، يعني لماذا هو قد توفي؟ المستشفى تعطي التقرير إنه قد مات بسبب هارت أتاك، صدمة القلبية، يعني أفكت القلبية. ولكن هي مؤامرات خفية من عملاء الشاه البهلوي الملك الذي كان يناضل، كان يهجم عليه، هكذا يقال، لا ندري الحقيقة ماذا. قتل قبل الثورة الإيرانية بعامين عن عمر 43 سنة، وكان رأي السائد أن ذلك تم على يد مخابرة الشاه، يعني الملك الشاه البهلوي هو الذي قتله سرا، الله أعلم الحقيقة. سمح لشريعة دفن الدكتور علي شريعتي في مقبرة السيدة زينب في دمشق بسوريا، حتى بعد موته أيضا لا تسمح الدخول الحكومة، يعني دفن جثته في إيران، قد دفن في سوريا بدمشق في مقبرة زينب رضي الله عنها. قد صلى عليه عالم شيعي السيد موسى الصدر، وقد أقام الصلاة على جثمان شريعتي في دمشق العام 1977، وقد أدى احتفال تأبيني كندولنس ميتينغ في بيروت عاصمة لبنان، دعا إليه الإمام الصدر للدكتور شريعتي إلى سحب الجنسية الإيرانية من السيد الصدر، يعني الإمام الذي صلى صلاة الجنازة للدكتور علي شريعتي بعد ذلك، هو أيضا إيرانيا جنسيا، قد سحبت جنسيته
حكومة إيران بسبب صلاة الجنازة. لماذا صليت هذا الشخص الملحد الكافر؟ هكذا قالوا الحكومة. طيب، والآن إن شاء الله نحن ننتقل إلى كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي. هذا هو الهدف المنشود، يعني حتى لابد لطالب العلم أن يعرف أي عقيدة أو أي شخصية لابد من الدراسة. لا يفتي على الفور، هذا حرام، هذا بدعي، هذا ملحد، هذا كافر. لا، لابد من الدراسة، إمعان النظر، ما هي الحقيقة، ثم بعد ذلك يقول. هذا هو رأي سعيد صوابه. لديه كتب كثيرة، من بين كتبها يعني النباهة والاستحمار وكتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي، وهذه الكتاب المشهورين جدا. لو كانت إمكانية عندكم تطالعون هذه الكتب التي ذكرتها، النباهة والاستحمار كتاب النفيس، يعني النباهة كما تعرفون معناها، يعني رجل لبق، رجل يعني مثقف. الاستحمار ضدها، يعني جعلوا الإنسان حمارا. مثلا يقول الدكتور الشريعة في كتابه: الشخص الذي كان مستعدا للذهاب إلى المسجد وقت الصلاة تم إحراق النار في بيته، ماذا يفعل؟ هل يجب عليه أن يذهب إلى الصلاة أو يطفي النار؟ لو ذهب إلى الصلاة ترك البيت يعني خربا وفسادا، هذا هو فكرة استحمار كما يقول في كتابه. طيب، كتاب التشيع العلوي والتشيع الصفوي، مؤلف هذا الكتاب دكتور علي شريعتي، ترجمه إلى العربية حيدر مجيد، قدم له الدكتور إبراهيم دسوقي الشتى. الدولة الصفوية أو الإمبراطورية الصفوية بالفارسية إيران الصفوي هي دولة إسلامية شيعية على المذهب الاثني عشري، تأسست في إيران وانطلقت منها للتوسع في الشرق والغرب باتجاه خراسان وأفغانستان وأذربيجان. الآن أذربيجان قسمت إلى ثلاث دول، أنتم تعرفون تركمانستان وأوزبكستان، يعني هذه دولة كلها متشتتة في روسيا كما تعرفون أنتم، والعراق وديار بكر وبلاد القرج في الشمال. طرح المؤلف وجهة نظره فيما يسميه التشيع الصفوي، يعني هو بدأ ينتقد أن هناك نوعان في التشيع. التشيع من الشيعة، نحن تصنم الذين يتبعون عقائد إسلامية منهج السليم، أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ يعني عقائدنا على الأساس القرآن والسنة، أليس كذلك؟ ولكن عندهم الشيعة عقائد مختلفة عنا، وهم يعرفون القرآن ولكن لا يعرفون السنة كما نحن يعترفون، وهم إن شاء الله سوف ندرس فيما بعد. حتى يرى في وجهة نظره دكتور علي شريعتي يعني إن هناك شيعي متطرف إرهابي بعقائد فاسدة يسمى التشيع الصفوي، طيب، والذي يتقرب إلى السنة إلى الإسلام الحقيقي بوجهة نظر by his own his aspect، دكتور علي شريعتي aspect. طيب، هي التشيع العلوي، التشيع العلوي أقرب إلى الإسلام بوجهة النظر دكتور علي شريعتي. طيب، طرح المؤلف وجهة نظره فيما يسمي التشيع الصفوي ووصفه بالآتي: كان على الحركة الصفوية ورجال الدين المرتبطين بها أن يعملوا كل ما من شأنه التوفيق بين القومية الإيرانية والدين الإسلامي. يعني ويقول الصفويون، يعني الذين حكموا الإيران زمان، ليس الآن، 1500 يعني بضعة سنة، يعني كان الصفويون يحكمون على الإيران قرابة قرنين ونصف، نعم، فذاك الحين وهم بمصالح السياسة قد غيروا مفاهيم الإسلام، قد غيروا عقائد الإسلام، نعم.
وهؤلاء السياسيون الحكوميون الصفويون ورجال الدين يعني علماء شيعة المرتبطين بها يعملوا كل ما من شأنه التوفيق بين القومية الإيرانية ودين الإسلام لتبدو الوطنية القومية الإيرانية بوشاح ديني أخضر. وفي هذا الصدد أعلن بين عشية ضحاها أن الصفويين أحفاد الشيخ الصفوي هم سادات. يعني من هم سادات؟ من حيث النسب أي أحفاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهم سلالة محمد صلى الله عليه وسلم كما نحن نقول أهل البيت. وتحول المذهب الصوفي فجأة إلى مذهب شيعي. يعني نحن إن شاء الله سوف نتكلم عن مذهب الشيعي، مذهب صوفية، ما هي أفكار صوفية فيما بعد إن شاء الله، لو حصلنا الفرصة سوف نتكلم في هذه الساعة إن شاء الله. يعني كان عقائد الشيعة سليمة كما بفكرة دكتور علي شريتي، حتى الشيعة ولو كان بأي منهج كان وهم منهج فاسد كما نحن اتفقنا، كما نحن نعرف حقائقهم، ولكن بوجهة النظر دكتور علي شريعتي يقول كانت سليمة، ولكن لما دخلوها صفويون قد خربوها. وتحول المذهب الصوفي فجأة إلى مذهب الشيعي كما يقول إمام بن باز رحمه الله. الصوفيون جماعات اشتهروا بإحداث الطرق في العبادة والتنسك ما شرعه الله في صلواتهم وفي أذكارهم وفي خلواتهم، يقال لهم الصوفية. يعني من هم صوفيون؟ تعريف قال بعضهم معناه من التصوف، لأنهم يلبسون الصوف يعني لباسهم كان صوفا، وأنها من الصفا، بعضهم يقولون معنى صفا، وأنهم يعتنون بصفاء القلوب من الدنس والكدر يعني الذنوب وكدر كسب الحرام ونحو ذلك. هذا هو تعريف الصوفية. فتصوف هو التعبد على طريقة خاصة لم تأتي بها الشريعة، ولهذا غلب على المتصوف البدعة، يسمى الزاهد الذي يحرص على التفرغ للعبادة والزهد في الدنيا وطلبها يسمى أيضا صوفي. وصار الفقيه والمحدث بدائل عن المرشد والبديل. يعني كان يسمي أول شيعة المرشد البديل علماءهم، والآن الحين صار فقيها ومحدثا. وتلبس الصفويون بلباس ولاية على ولاية علي وعلى نيابة الإمام والانتقام من أعداء أهل البيت. يعني كان يقولون يعني هؤلاء الصفويون نحن نقوم بدلا عنكم يا مجتمع شيعي، نحن نأخذ الثأر والانتقام من أهل سنيين، يعني منا نحن. هكذا كانت ادعاهم. التصوف الحقيقي هو التزكية والسلوك كما نحن اعتقدنا من أهل السنة والجماعة. نحن لا نعترف الصوفية مطلقا، نحن نعترف نعم إن هناك التزكية موجودة والسلوك وفي العبادة، نعم نعترف كما يقول الله عز وجل في سورة البقرة، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نعم ويزكيهم، يعني النبي عليه السلام يقوم بأعمال تزكية، نعم تزكية القلوب، ويطهرهم من الذنوب ويذكرهم الله والآخرة. هذه الأشياء نحن نعترف، كما يوضح العلامة أبو الحسن علي الحسندي رحمه الله هذه المعلومات التي ذكرتها، قد أنا حصلتها من كتاب الربانية ولا رهبانية. لابد لطالب العلم أن يقرأ هذا الكتاب، ربانية ولا رهبانية، هذا الكتاب مشهور من إمام أبو الحسن الندوي رحمه الله. هو يقول استشهادا، يعني لأخذ العنوان استشهد من سورة الحديد، والرهبانية يبتدعوها ما كتبنا عليه. يعني النصارى قد وجبوا عليهم الرهبانية، تجردوا عن الحياة وانعزلوا عن المجتمع وتعبدوا ليرضاه الله عز وجل، ولكن الله ما فرض عليهم هذه الرهبانية،
أليس كذلك؟ نعم. لخص المؤلف رؤيته للفرق في الأسس الاعتقادية بين التشيع العملي والتشيع الصفوي في 13 نقطة. الآن أنا أفرد لكم 13 نقطة، إن شاء الله سوف أنهي الجلسة ولا أريد أن أطيل الكلام. يعني لابد للطلبة أي يلاحظ أي يكتب هذه 13 13 نعم النقاط التالية. الأول، النقطة الأولى، العترة، العترة بالعين، تارة مربوطة، العترة. يعني عندهم أشياء، هذه الأهداف 13 مهمة جدا، كما نحن نعترف القرآن والسنة والإجماع والقياس، نعم، استنباط أحكام الشريعة. كذلك لديهم الأمور الأساسية، المعتقدات، نعم. العترة يعني الإسلام. لدى التشيع يقوم على دعامتين رئيستين، القرآن والعترة. كما نحن نعترف القرآن والسنة لدى المجتمع الشيعي، وهم يعترفون القرآن والعترة، وذلك طبقا للحديث المروي النبي صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كما هو واضح يعني هذا الحديث، فإن التشيع العلوي آمن بالعترة. يعني ويقول دكتور الآن بدأ يفرق بين التشيع العلوي وبين التشيع الصفوي، يعني اعتقاد التشيع العلوي أنه آمن بالعترة بمعنى من خلال إيمانه بسنة، كما نعترف نحن أهل سنة وجماعة بسنة، يعني بعد القرآن حجة عندنا سنة، أليس كذلك؟ نعم، سنة النبوية. إن أصل العترة ليس في مقابل سنة، ويقول العترة لا تقابل السنة ولا في مقابل القرآن، القرآن كما هو السنة كما هي، بل ولا في مرتبتهما، وإنما هي طريق مباشر ومأمون للوصول للقرآن والسنة. يعني العترة أهل البيت، العترة أهل البيت يعني أسرته وصلالة محمد صلى الله عليه وسلم وآل عباس وكذلك فاطمة وعلي رضوان الله عليهم أجمعين، هؤلاء كلهم أهل البيت، بل لا في مرتبتهما، إنما هي طريق مباشر ومأمون للوصول للقرآن والسنة. أما التشيع الصفوي فالعترة عندهم هي عبارة عن أسرة، وهي وسيلة لتأثير العمل بالقرآن وسيرة النبي وتشويه الوجهة الحقيقية للرسالة ولمبادئها الأولى كالتوحيد، وبالمقام لإرسال قيم مبتدأ تقوم على أساس العنصر والدم والوراثة. من هنا مشاكل بدأت، لأن مجتمع الشيعي ينظر بوجهة نظره أهل البيت وهم مقام العالي، يعني مقابل القرآن والسنة. إذا قال من علمائهم شيء، يعني قول لابد لمجتمع الشيعي الإطاعة بغض النظر ولو كان يخالف القرآن والسنة، هذه مشكلة. هذه هي النقطة التي تخالف العقائد أهل السنة والجماعة. طيب، أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق محمد بن سلمة بن كهيل عن أبيه عن أبي الطفيل، يعني سند طويل. يقول صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموها، وهما كتاب الله وأهل بيتي وعترتي، وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي. إسناده واهن. فيه محمد بن سلمة بن كهيل قال الجزاني جزجاني في أحوال الرجال، يعني هذا الحديث الذي استشهد مجتمع الشيعي، يعني عترة بمقام بحجة عالية عندهم. يعني هذا الحديث ضعيف جدا، ليس فقط ضعيف، يعني راديه إسناده واهن، حتى يقول العلماء جرح وتعديل من العلل. قال الطيبي رحمه الله في شرح المشكات، يعني ولو افترضنا هذا الحديث عترة، نحن نحترم أهل البيت، حتى لو صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني نحن دائما
ندعو لآل بيت أهل البيت، أليس كذلك؟ نعم، نحن أبدا ما خالفنا ما قد يحترمنا احتراما جيدا لدى أهل البيت. ومعنى التمسك بالقرآن العمل بما فيه، وهو الائتمار بأوامره والانتهاء عن نواهيه، والتمسك بالعسرة محبتهم والاهتداء بهديته. يعني يقول إمام الطيبي رحمه الله في شرح المشكات هذا الحديث، يقول يعني ما هو المفهوم إني تارك فيكم، يعني هذا الحديث لابد للمسلمين احترام أهل البيت، محبتهم، أنه يوصي الأمة بحسن المخالفة معهم وإيثار حقهم في أنفسهم، كما يوصي الأب المشفق الناس في حق أولاده، ويعدده الحديث السابق في الفصل الأول. طيب، أذكركم الله في أهل بيتي، الله الله في حق أولادي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذكر الأمة أن يحترم أهل بيتي فقط، هذا هو اختصار. ومعنى كون أحدهما أعظم من الآخر أن القرآن هو أسوة للعطرة، وعليهم الاقتداء به، وهم أولى الناس بالعمل فيه. ولكن العقيدة الصفوية يعني ضد هذه المفاهيم التي أنا سرت عليكم وقرأت عليكم، إنهم قد يعتمدوا على الأسرة بغض النظر احترام والحب، بل الغلو في محبتهم. إذا قالوا شيئا بغض النظر، هذه المعتقدة وعقيدة الإسلامية. كما تعرفون الحقيقة، أهل السنة والجماعة أبدا ما أخفت حقيقة حديث مشهور غدير خم. هل تعرفون ما هو الحديث غدير خم؟ ما عندنا وقت، ولكن يجب علي أن أنهي قبل الساعة 10 إن شاء الله. في فرصة أخرى سوف أفسر عن غدير خم، حديث مشهور غدير خم. طيب، العقيدة الثانية لدى المجتمع الشيعي العصمة، هي الأصل الثاني من أصول التشيع العلوي، وهو هنا بمعنى أن قائد الأمة ومن بيده أمور الناس والمجتمع، ويتحمل أعباؤهم الدينية، يجب أن يكون بعيدا كل البعد عن الفساد والخيانة والضعف والخوف والمداهنة للحق. يعني يقولون لو كانوا علماء، معنى ينبغي لعلماء الشريعة يجتنبون عن الكبائر وذنوب المعاصي، إنهم يجب عليهم أن يتوجه إلى الله والآخرة، يذكر الناس حتى هو يصلح نفسه قبل ما يصلح الآخرين. هذا هو المفهوم التشيع العلوي. ولكن التشيع الصفوي في العصمة، عين صاد ميم تاء مربوطة، العصمة يعني نحن أهل السنة والجماعة نعترف العصمة للأنبياء فقط، للأنبياء عليه السلام، وهم معصومين من الأخطاء، ولكن الإنسان قابل للخطأ، كل بني آدم خطأ، أليس كذلك؟ خير الخطائين التوابون، الحديث النبوي. طيب، فإن العصمة كانت عبارة عن حالة فسلجية وبيولوجية وبارا سيكولوجية، كما نقول باللغة الإنجليزية بارا سيكولوجي. نعم، يعني ما وراء علم النفس، خاصة لدى الأئمة، تمنعهم من ارتكاب ذنوب المعاصي. والوصاية، عندهم عقيدة ثالثة الوصاية. إن الوصاية بحسب التشيع العلوي وما نفهمه نحن، ليست بالتنسيب ولا انتخاب ولا ترشيح، بل هي بمعنى قيام النبي من منطلق موقعه القيادي للمجتمع بالتحديد أفضل والأشخاص وأكثرهم جدارة بتحمل أبع مواصلة المسيرة وحمل الرسالة التي جاء بها، لكي تتخذه الأمة قائدا لها وتنقاد لأوامره وتوجيهاته. يعني الوصايا عنده كما ترك الوصايا كثيرة، نصائح لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا أن نتبع، هذا هو. ولكن التشيع الصفوي، حيث تكون الوصاية عبارة عن نظام وراثي وسلالة حكم، تنتقل القيادة فيها من الأب إلى الإبن، ومن الأخ لأخيه، ومن جير إلى جير إليه. يعني تحكم الأسرة ذاتها جيلا بعد جيل. نعم، وعلى ضوء هذا الفهم الخاطئ للوصاية،
يقال أن الإمام الأول صار إماما أول لأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم السهري يعني علي رضي الله عنه وأول سلسلة. أما الإمام الثاني فصار إماما ثانيا لأنه هو ابن للإمام الأول، والإمام الثالث صار إماما لأنه أخ للإمام الثاني. ومن ثم استمرت الإمامة نسلا بعد نسل لدى الشيعة 12 أئمة. الأخير محمد بن الحسن رحمه الله هو يعني لديهم فكرة مهدي المنتظر. طيب، وهكذا ويذكر دكتور علي الشريعتي ينتقد. أنا أريد أن أقول في هذه الأمسية المباركة يعني لا نأخذ كل الأقوال من دكتور علي الشريعتي ثم نعمل بها بغض النظر، لا، هذا خطأ، يجب علينا أن ننتبه نحذر. نعم، لأنه هو يعترف بنفسه أنه شيعي، ولو هاجم الشيعة، ولو يعني قام الأشياء كثيرة ضد الشيعة، نحن لسنا أعداء للشيعة وهم إخواننا في الإسلام. نعم، العلماء لا يفتون أبدا إلى الآن إنهم كفار، نحن نقول الشيعة يعني قوم ضال، ممكن مضل، يعني في ضلالة وزيغ وانحراف، هذا نحن نستطيع أن نقول. لديهم يعني كثير من العقائد الباطلة والفرق 12، وكما يقول إمام بن باز رحمه الله لديهم 22 فرقا. نعم، ولكن علينا أن نفرق من هم أقرب إلى السنة. إن شاء الله في الجلسات القادمة سوف نقوم بتوضيح العقائد الشيعة بصورة جلية واضحة إن شاء الله. والآن قد حصلنا نحن وقت ضيق، فدكتور علي شريعتي كان يكتب بفيسبوك وإنستغرام وأشياء كثيرة وتواصل اجتماعي، قد كثرت يعني كتابات عنه، إنه إمام كبير، يعني نحن نعترف فضله، إنه كان من أعلام الفذ الإيراني الذي قد حارب عقائد الشيعة. نحن ممكن نأخذ حكمته و يعني أقواله السليمة من عقائد الفاسد، ولكن لا نأخذ عقائدا وكذلك شريعة. هذا هي الوصية الأخيرة. إن شاء الله لو حصلنا في وقت لاحق سوف نقوم بتوضيح إن شاء الله، كما قال الله عز وجل: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الباق. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسن. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاك الله خيرا وأحسن الجزاء، بارك الله فيكم. قد بين لنا شيخنا الكريم عن الدكتور علي شريعتي وكيف كانت عقيدته وكيف كانت خدماته العلمية وكيف كانت سفاراته وكيف كان منهجه ونظرياته. قد أفاد لنا كتبه النيرة الجميلة بكلماته المنيفة فوائد كثيرة جمة. نحن معشر أهل السنة والجماعة نأخذ ما صفى ونترك ما كدر، وهذه مثالات جيدة. ينبغي لنا أن نطالع الكتب المنسوبة إلى الفرق الأخرى. بارك الله للشيخ على تفضله، وألقى علينا خطبة وبحث لنا بحثا علما علميا دقيقا واسعا. وبارك للشيخ الجامعة دار الإخلاص كلية شريعة باب ناسم الشيخ عبد القادر أستاذ الذي قبل دعوتنا وترأس هذه الجلسة
وأدعو لكل من حضر هذه الجلسة لهم السداد والتوفيق. وأخيرا نشكر الأستاذ محمد إسماعيل الندوي حفظه الله على أن ألقى علينا كلمات نافعة وأطال الله عمره. وأخيرا نشكر الحضور الإخوة والأخوات الذين قد اشتركوا هذه الجلسة بين أشغالهم وأحوالهم. بارك الله لكم جميعا وأتاح الله لنا هذه كمثل هذه الفرصة الذهبية مرة أخرى كابرا عن كابر جيلا بعد جيل. وفقنا الله وإياكم السداد والتوفيق. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام.